ناخذ اتصال. الو. الو، اهلا. صباح الخير. صباح الخيرات. كيف حالك حبيبي؟ هلا يا اخوي. شو اخبارك سيد ياسر؟ حي الله. كيف امورك؟ طمنا عنكم. ربي لك الحمد. الله يسعدك. انا ايمن الدويك من الرياض. يا اهلا وسهلا. اتكلم معكم من المملكه العربيه السعوديه. يا اهلا وسهلا. قرابتك ايهاب الدويك يجلس امامي. الله يسعد عيونك. عمالنا بنحكي والله هلا احنا والشباب الاردنيين هون، بنقول لك تحياتهم جميعا. الله يسعدك. الاخ كريم ابو طه والسيد محمد القضاه. يا اهلا وسهلا. تحياتنا وتحياتنا لكل الاردنيين. وبيني وبينك واليمنيين هيجمنا كمان، الشباب اليمنيين معانا. يا سلام عليهم، ما احلاهم ما احلى طباعهم. نتمنى نكون معكم والله بهيك اجواء شتويه. يا سيدي ابدا، يا اهلا وسهلا فيك. ويلا على الله يسعدك يا رب على هالملكيه. تعال سيدنا هات الملك وللشعب الاردني والله. تسلم يا اخوي، تسلم يا حبيبي. الله يسعدك. شكرا. وان شاء الله تكون اجواء خير عليكم يا رب. اللهم امين على أردننا بعد الخير يا رب، وعلى أمتنا العربية و... آمين آمين يا رب. على أهلنا جميعا. وهي ابن عمك إيهاب الدويك بيسلم. أخوك؟ أخوي أخوي والله. الموضوع في في شبهة فساد على فكرة، في شبهة فساد يبدو أنه تم الترتيب. ولكن يا أهلا وسهلا فيك يا أخوي أيمن. أهلا يا أيمن. مرحبا وتحياتنا لكل الشباب اللي موجودين أردنيين. الله يسعدك. وأشقاء يمنيين، إحنا اخواننا اليمنيين لهم معزة خاصة عنا احنا. الله يسعدك يا رب. والسعوديين كمان والله معانا موجودين. يا سلام، يا اهلا سلام وسهلا. هلا 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 هلا، شكرا لك. هلا الله يسعدك. ايش حساب الاذاعة؟ بدك تفهم ابوك وتسمع صوت اخوك والى اخره. ايه اذا نص ليرة ما هي دقيقة مع السعودية. هذا هو اسمه استغلال الشيك. عيونك بشكي همي اخي وبي وامي اللي دمك. على فكره مستمعينا الكرام، انا واعوذ بالله من كلمه انا، بعد هذا العمر ندره من مر علي بان يكون انسان عاطفي بتاثر بالهوى الطاير زي ما هالشخص اللي قدامي اللي اسمه ايهاب الدويك. ولكن حقيقة أنا أعتبر بأنه أخ صغير سنا وكبير قدرا، ويعني هذا الإنسان بملامح وجهه وتأثره حتى باتصال شخص من وين ما كان، يعني أجد تعبيرات وجهه دائما تعطيني توجيه إنساني. فبحيي إيهاب الدويك. سلامت قلبك يا قلبي عندي بعد ربي، يعني يجسد. ضحكني. احنا منروح على المطار بدنا نودع فلان مسافر يدرس منعيط، بدنا نروح نستقبله وهو جاي الشهادة بالمطار برضه منعيط. فهاي طبيعتنا احنا الاردنيين، ويذكرني فيها دائما يا بدويك. يعني طيرت من راسي كل موضوع العمارات المهجورة هاي. ناخذ اتصال اخر. برنامج بصراحه على روتانا، ولكم مني ياسر نسور كل المحبه والاحترام. يا اهلا وسهلا بالجميع. هاتفنا 0656920 وعبر زين للاتصال ولخدمه الواتساب على 0796000900. الو نعم.